أبلغت الحكومة الإيطالية مصر اليوم الخميس بأن وقت الانتظار في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني انتهى، وأن موعد لقاء محققين من البلدين مطلع الشهر المقبل سيكون حاسما، وذلك بعد انتقادات لروما بالتخلي عن القضية. وقال وزير الخارجية ليوجيو دي مايو عبر مواقع التواصل أنه أبلغ نظيره المصري سامح شكري في رسالة أن وقت الانتظار في قضية مقتل ريجيني انتهى وأنه يجب تسليط الضوء عليها، وأضاف أن موعد الأول من يوليو تموز سيكون مهما حين يلتقي محققون مصريون وإيطاليون، لأن وفاة ريجيني جرح مفتوح، وأن عدم وجود ردود من السلطات القضائية المصرية على طلبات مدعي العام الإيطالي تقف عقبة خطيرة أمام الوصول إلى الحقيقة. استطرد دي مايو: ولهذا السبب نحتاج ردا سريعا بخصوص طلبات، خاصة فيما يتعلق بإخطار الإقامة القانونية لأشخاص قيد التحقيق.